السلام عليكم شباب اولى ثانوي ازهر، اهلا وسهلا بيكم. النهارده باذن الله هنحل مع بعض اهم الاسئله اللي موجوده على المنهج عندنا، وباذن الله هتلاقي جزء كبير بكره منها في الامتحان. طيب، اول ما نبدا صلى على النبي عليه الحبيب عليه الصلاه والسلام، بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا باول نوع من الاسئله، اسئله تشوز واسهلهم وعلمك ازاي تحل. اول حاجه مثلا بيقول لك هنا في اول سؤال in lack of dominance case، واحده واحده كده. احنا فاكرين مع بعض شباب lack of dominance كان الفيرست جنريشن بيديني نيو كاركتر، والسكند جنريشن كان 1 2 1. طيب بيقول لك ايه بقى، بسالك على ذا ريشيو اوف سكند جنريشن بس، ريزلت فروم هتلاقي باقي السؤال بسالك على مين، على ريشيو اوف سكند جنريشن. عشان كده بقول لك ايه، ذا ريشيو اوف سكند جنريشن ريزلت فروم كوبيليشن اوف تو انديفيديوالز ديفرنت ان وان بير اوف ابوزيت تريت از 1 2 1. تمام، لو كنت سالتك على الفيرست جنريشن هنا كنا هنقول 100% نيو كاركتر. اوكي، طيب When a man of blood group AB married woman blood group O, طيب the ratio of children which have blood group O هتبقى قد ايه؟ طب دلوقتي اولا ده AB وده O، دي الدوميننت، ال A وال B dominant over ال O، تمام كده؟ طيب فانا بسألك دلوقتي على ال O هنا، احنا عندنا طبعا هيبقى عندنا 50% A و 50% B، لكن ال O هيبقى 0%، مش عنديش ولا حد اصلا عنده ال O ده نهائي، صح كده؟ طيب اهي الاجابه نمبر A. وشباب هتلاقوا ان شاء الله باذن الله كل دوت موجود، ابعتوا لي على الواتساب هبعت لكم البي دي اف دوت، تحلوه مع بعض تاخدوه تاني وتذاكروه، بس تحلوه معايا اكنكم ايه بتحلوه لوحدكم. طيب blood group which has both type of antigen is، يعني عنده two antigen، احنا قلنا blood group A عنده antigen A، blood group B عنده antigen B، لكن ال blood group AB عنده antigen A وعنده antigen مين؟ B، فيبقى C AB. Blood group which has both type of antibody is، طيب احنا قلنا ان blood group O ما عندوش اي انتجن، فبالتالي عنده ال both antibody، يعني عنده anti A وعنده anti B، عشان كده هو اسمه O، O معناها زيرو، ما عندوش انتجن بس عنده الاثنين antibody. قلنا ان blood group الانتجن مثلا اللي هو عنده انتجن ايه ده، يبقى عنده العكس، عنده antibody اللي هو anti ها B، صح كده؟ استحاله يكون بلاد جروب ايه عنده انتي ايه، لانه ساعتها كده هيموت نفسه بنفسه، هيحصل كيجيوليشن، يعني هيحصل تجلط للدم وساعتها هيموت، صح كده؟ فبالتالي عارفين ان اللي عنده انتيجين ايه عنده انتي بي، والعكس اللي عنده انتيجين بي عنده انتي ايه، فبالتالي الاو ما عندوش خالص انتي بادي. احنا بنحل وبنراجع مع بعض. طيب تعالوا نمبر 6، جين از ان example on recessive lethal gene. عندنا recessive lethal gene عندنا ايه؟ عندنا حاجتين، عندنا ها الانفنتايل ديمنشيا بتاعت الانسان، وعندنا كلوروفيل ابسنس، صح كده؟ هم دول الاثنين. طب في الدوميننت ماستر كان عندنا الفور مايس كلر، صح كده؟ والبيلدوج سترين، احنا ما كنا خدناش في المنهج عندنا غير الفور مايس كلر، وكان اليلو هو الدوميننت. طيب فتبقى ايه؟ الانفنتايل ديمنشيا. The karyotype of male cell الميل اكس واي بلس 44. طيب لكن بقى لو قلت لك ده كان نورمال ميل، سالت لك بقى كلاين فلتر تنر، كل واحده فيهم غير الثانيه، وطبعا هنشوفها دلوقتي مع بعض. ذا كاريوتايب اوف فيميل هتبقى ايه؟ طبعا الكاريوتايب اوف فيميل هتبقى اكس اكس بس 44. طب واحنا عارفين ان اكس اكس دي السكس كروموسوم، صح كده؟ طيب وال 44 دي اللي هي الاوتوسوم. انا هنا بقول لك التوتال كروموسوم، ما قلتلكش بقى الكاريوتايب اوف سكس كروموسوم، هتقول طبعا ايه اكس اكس لو سالتك في الفيميل، لكن طالما ما حددتش بالظبط انا عايز فين، فبتقول التوتال اللي هو 4xx بلس 44. سوري، ذا appearance اوف كلوروفيل از افكتد باي ذا فاكتور اوف، الكلوروفيل ده عشان يبقى موجود ويتكون معايا بيتاثر بايه يا شباب؟ باللايت، قلنا اللايت اهم حاجه بتاثر الكلوروفيل، عشان كده لو احنا في التجربه كانت عندنا، لو احنا جبنا بلانت وحطيناه ما فيش اي لايت حواليه خالص، هنلاقيه بدا يعني يذبل، يحصل له حمايه ذبول كده ويبيض ويموت، صح كده؟ لان الكلوروفيل بيتاثر بوجوده بالايه؟ باللايت. وعشان كده برضو لما قلنا الكابج، قلنا الاوراق اللي بتبقى بره بنقول لونها اقدر، لكن الاوراق اللي بتبقى جوه في الكابج نفسها في الخاص بتبقى لونها ايه؟ وايت، عشان هي بعيده عن مين؟ عن الكلوروفيل. The ratio of second generation in case of complementary gene، احنا عارفين ان في complementary، عشان نركز مع بعض كده، ان first generation يعتبر برضو عشان قلنا في first generation في complementary gene، بيعتبر مثلا لو جبنا two pink
تمام، اسف تو وايت قصدي، بيديني ايه 100% بينك، لان البينك دي الدوميننت، والكومبلمنتري جين معتمد على ايه، على 2 بير اوف جين. طيب لكن السكند جينيريشن دي بقى، ده الموضوع كله. سكند جينيريشن قلنا في الكومبلمنتري جين يبقى 9 تو 7. طب ازاي يا مستر؟ ما هو 9 تو 7 دي زي سكند مندل لو يعتبر، هي 9 تو 3 تو 3 تو 1. بس الفكره ان في سكند مندل لو انا كنت بتكلم على ايه؟ على 2 بير اوف جين، وكان كل بير اوف جين بيتكلم على تريت واحده. لكن هنا في الكومبلمنتري جين ال2 بير اوف جين بيتكلموا على تريت واحده، فبالتالي ال3 تو 3 تو 1 هي اللي بقت 7. عشان كده اختصارا يعني في الكومبلمنتري جين السكند جنريشن بتبقى 9 تو 7. طيب ذا كاريوتايب اوف ميل سيل، الميل يا شباب نفس الموضوع تاني انا عدتها، سوري انا اللي اوكي. الكاريوتايب اوف ميل قلناها، والفيميل قلناها. طيب ذا كاريوتايب اوف كلاين فلتر سيندروم، الكلاين فلتر يا شباب، الكلاين فلتر سيندروم نمبر 13 هتبقى ايه؟ ها نركز كده مع بعض، ها ذا كاريوتايب اوف كلاين فلتر سيندروم هتبقى اكس اكس واي بلس 44، دي كلاين فلتر صح كده؟ وقلنا كلاين فلتر بيبقى عنده ايه؟ اكسترا اكس، والكلاين فلتر عنده اكسترا اكس، وفي نفس اللحظه بيبقى عنده فيمينين كاركتر صح؟ ويبقى سترايل. يعني ايه سترايل؟ بيبقى عقيم. ليه؟ ها عشان خاطر الفيمينين كاركتر بتعتبر بتبين نفسها او بتأثر على الميل بطريقه ما، فبالتالي يبقى سترايل. وطبعا عشان خاطر الجينيريشن سيل بتاعت السبيرمز تبقى ايه؟ تبقى ابسنس، يبقى في ابسنس الجينيريشن سيل اوف ايه؟ اوف سبيرمز. طيب قلنا الكاري تايب اوف كلينفينتر سيندروم از 40 اكس اكس واي بلس 44. طب الترنر قلنا الترنر بقى عندها اكس واحده بس، عشان هي بتيجي ازاي اصلا الترنر، وازاي بتيجي كلاين فلتر؟ قلنا الكلاين فلتر بتيجي نتيجه ايه؟ اب نورمال اوفم اكس اكس بلس 22 بيحصل لها فيرتيليزيشن مع نورمال سبيرم اللي هو واي بلس 22، تمام كده؟ طب ترنر نفس الموضوع، اب نورمال اوفم ماشي، اللي هي تبقى ايه بقى؟ زيرو اللي هي او يعتبر بلس 22 مع ها نورمال سبيرم اكس بلس 22. داون سيندروم، ان داون سيندروم هنا المشكله الديستربنس، الديستربنس اللي بتحصل هنا او اسمه الديستربنس اللي هو يا شباب اللي هو المشكله يعني اللي بتحصل عندي، بتحصل فين؟ في الاوتوسوم مش في السكس كروموسوم. فبيبقى عندي 23 تمام مثلا، ده السبيرم بلس واي او بلس اكس مع مثلا اوفر، او العكس يبقى عندي نورمال جامت واب نورمال جامت. مش لازم يكون الميل هو اللي نورمال والفيميل هي اللي اب نورمال، لا ممكن يبقى العكس عادي. طيب اوف ان اوفم اوكي، قلنا ايه سيندروم از ميل از اكيدد باي ذا فيرتيلايزيشن اوف ان اوفم اكس بلس 22 ويز سبيرم واي بلس 23 تمام. عادي كانت ممكن تبقى اب نورمال اوفم اكس بلس 23 والنورمال سبيرم كان هيبقى ساعتها واي بلس 22، بس لازم يكون واحد فيهم هم الاب نورمال عكس الباقي كله، الترنر وكلاين فلتر كنا العكس فيهم كان دايما اب نورمالز ايه اوفم والنورمال سبيرم، هنا مش شرط يكون النورمال سبيرم. طيب اوكي بات مودرن كلاسيفيكيشن سيستم، مين اللي حط المودرن كلاسيفيكيشن سيستم؟ روبرت فيتكر صح كده، لكن كان حط تراديشنال كان كارلوس رينوس. كينجدم ايه هي كينجدم بوينتس انديفيدجوالز ار بروكاريوتس، يعني ايه هم اللي هم بروكاريوتيك يا شباب؟ البروكاريوتيك دول قلنا مفيش عندنا غير المونيرا، اللي قلنا ان ايه اصلا بروكاريوتيك، قلنا يعني جينيتك ماتيريالز ها دول سراوندد باي نيوكليير ممبرين، مفيش نيوكليير ممبرين حوالين جينيتك ماتيريال. اوكي طيب بوينت ار بروكاريوتس ويتش ليف ان اكستريم انفايرمنتال، قلنا دول مين؟ الاركيوباكتيريا، قلنا ان المونيرا فيها اركيوباكتيريا وفيها ايوباكتيريا تمام، وقلنا في البروكاريوتيك ما فيش غير النوستوك هو الوحيد الاوتوتروفيك. طب يعني ايه ماستر اوتوتروفيك؟ قلنا الاوتوتروفيك ده معناه ان هو ليفر اورجانيزم معتمد على نفسه كليا في ان هو بيعمل النيوتريشن بتاعه بنفسه، بيعمل الغذاء بتاعه بنفسه، مش محتاج حد، زي مثلا الانسان او باقي الحيوانات هيتروتروفيك. اوتوتروفيك معناه معتمد على نفسه، هيتروتروفيك معناه بيعتمد على الكائن حي تاني في ان هو ياكل الاكل بتاعه تمام كده. طيب احنا قلنا ايه؟ نمبر 19 نوت از ان اكزامبل اوف اي بكتيريا، الاي بكتيريا هو مين؟ هي قلنا ان هي كانت اللي بتعيش في الهارش انفيرمنتال، والاي بكتيريا دي قلنا ايه؟ النوستوك. طيب
نمبر 20 moves by using zeduboidia. مين بيتحرك عن طريق الزيدوبوديا؟ قلنا كانت مين؟ الاميبيا. قلنا ان الاميبا بتتحرك عن طريق مين؟ الزيدوبوديا. طيب نمبر 21 moves by cellula. قلنا مين بيتحرك عن طريق السيليا؟ كان الباراميسيوم، عشان كان موجود في السيليوفورة، والاميبا كانت موجودة في كلاس اسمه الساكرودينا. تمام. طيب moves by using flagella. عندنا في اتنين بيتحركوا بالفلاجيلا، ايه هما؟ الترايبانوسوما والبلازميديوم. قلنا موز باي فلاجيلا، ما عندناش في عندنا الفلاجيلا لو احنا بنتكلم على كلاس البروتوزوا مفيش غير الترايبانوسوما، لكن لو انا جيت بره البروتوزوا كان عندي برضه ديبولينا، فهتلاقي هنا في التشوز عندك هنا لو جيت بصيت هتلاقي اميبا، ترايبانوسوما، بلازميديوم، باراميسيوم. تمام. طيب قلنا البلازميديوم اصلا ما كانش بيتحرك، صح كده، والاميبا كانت بتتحرك بزيدو بوديا. تمام. طيب الترايبانوسوما هو الوحيد اللي كان بيتحرك عن طريق الفلاجيلا، صح كده، وكان بيعمل ديز اسمه ايه؟ اسمه سليب سيكنس. تمام كده. طيب لكن هنا حتى صعب تلاقي اليوجلينا، عشان اليوجلينا برضه اتحرك عن طريق الفلاجيلا. 23 cases sleep disease in human. قلنا مين؟ الترايبانوسوما. لكن اللي كان بيعمل بقى الملاريا كان مين؟ البلازميديوم. 24 اهو كيز ملاريا ان هيومن، هو بلازميديوم. 25 از فروم اسكوميكوتا. قلنا الاسكوميكوتا دي يا شباب مفيش عندي غير اثنين، البينيسيليوم. البينيسيليوم ده قلنا ان هو مالتي سيلر، واليست اللي هو اهي قلنا اليست يا شباب اللي هو كان يوني سيلر. طبعا يا شباب معلش صيغه السؤال دي كانت غلط، ليه؟ لان هنا ما اقدر اختار البنسيليوم، ما اقدر اختار هنا اليست، عادي جدا الاثنين صح، وفي ساعتها ما حدش يقدر يغلط. سؤال لازم explain في the عيدها اقول لك genetic for hemophilia لوكس and فروم cord اسكو blindness مايكوتا مثلا occurring ار in ان human هيومن beings. يوني ليه سيلر، ساعتها دول هتقول مثلا حاجتين ما يوني سيلر بيتفقوش؟ هتختار اليست، because لكن لو سالتك and قلت لك this genetic case فروم اسكو inheritance مايكوتا from ومالتي سيلر هتختار hybrid ساعتها مين؟ individual to البنسيليوم. او their اقول لك مثلا sperm. ان هو بس ليه من والهايبر بيعمل individual حاجه تو اسمها انتي بيبقى بيوتيك اسمه مقصر الايه؟ مش بيحصل عليه، البنسلين. مش انا بيبان دخلت عليهم على حاجه مين؟ ضمن البنسلين، انه individuals. البنسلين بيعمل بس ايه؟ يبقى hybrid البنسلين. بقى عن شايين طيب الايه حتى الديزيز اهوت بتاع الهيموفيليا يعني وكارد جيت بلايندنس، بعدها فساعتها بيبداوا ان تمام. هم يعملوا 26 inheritance من is from offsprings يوني اللي سيلر هو الاولاد اسكو الاحرى، مايكوتا، هو هو اليست. اليست. وكده احنا فروم خلصنا مالتي سيلر exam اسكو number مايكوتا 2، واتمنى ان البنسلين. انتوا تكونوا تمام، دي مش فهمتوا، وان متجاوبه. شاء الله هحاول احل معاكم باقي طيب الامتحانات، 20 وادعموا 28 بقى is الشركه from وحاجه تعلم بازيديو اصحابكم مايكوتا. بازيديو وتساعدوهم، مايكوتا ودي مين من اخر بازيديو ماده مايكوتا؟ مفيش بنشغل عندي غير بنا المشروم. فروم فلوهم، طيب ومحدش فيكم نقص سؤال درجه واحده حتى. 29 secrete enzyme which is used in cheese industry. مين بيخش في cheese industry؟ عندنا عندنا رايزوبوس نيجريكانس. رايزوبوس نيجريكانس ده شباب اللي هو بريد موت فانكس، بس ده اسمه باللاتيني اسمه رايزوبوس نيجريكانس. تمام. يعني طبعا بيعمل حاجه اسمها بلاك بيترفكشن اللي هو العفن الاسود اللي في البريد. طيب 30 point is from multicellular chlorophyta. الكلوروفايتا عندنا مين؟ الكلوروفايتا عندنا في حاجتين، البلازميديوم سوري اسف شباب، الكليمدومونس والاسبيروجايرا. طيب الكلوروفايتا دي لازم هتلاقينا في التشوز الكليمدومونس، تمام، والاسبيروجايرا سوري الكلوروفايتا عندنا مين؟ الاسبيروجايرا والكليمدومونس. طب في فكره بقى، هو انا بقول لك على هنا، بقول لك على المالتي سيلر، فالمالتي سيلر عندي هو الاسبيروجايرا، لكن قلت لك هنا يوني سيلر هتختار مين؟ الكليمدومونس. تمام كده. طب 31 point is an example for erect periophyta. الاريكت كانت الفيوناريا، صح كده، لكن لو قلت لك كفلات هي تبقى مين؟ الريشيا. طيب 32 point is an example of flat periophyta. اهو قلت لك فلات، فتختار مين؟ الريشيا. يست يست بيلونج تو كينجدم. طبعا اليست طبعا تبع الفانجوي، والديفيجن كانت ايه يا شباب؟ اليست قلنا اليست كان من اسكو مايكوتا. طيب 34 point is from monocotyledon. المونوكوتيدون يا شباب قلنا عندنا اصلا كان الوات والمايز والبنانا والاونيون والكاكتس والليلي والبالم. طب المايز هو هو مين؟ الكورن. فبالتالي المونوكوتيدون كان عندنا مين؟ الكورن. طب 35 دوت و 35 موجود مرتين، و36 و37 دول كلهم مالجين عليكم الترم دوت. طيب 38 point is from cartilaginous fish. من cartilaginous قلنا عندنا مين؟ الشارك والراي فيش. تمام كده.
الامفيبيان عندنا فيش غير اتنين، الفروج والسلامندر، تمام، اللي هو الفروجز اهو. طيب 40 فيتس اوف بوينت فيلم هاف نوتوكوردز. اللي عنده نوتوكورد ده يا شباب اصلا مين؟ هو الكورداتا. الباقي ده كله انت هتلاقي نفسك مش عارفه، لان كل دوت كان اتلغى من عليك. هو هي فوت مين؟ الكورداتا. تعالوا كده، بوينت از فروم ايوثيريا. قلنا عندنا طبعا في حاجه اسمها ميتاثيريا وبروثيريا، وعندنا ايوثيريا. طيب البيتشيفاس ده شباب من البروتوثيريا، صح كده، والكونجارو دوت من الميتاثيريا. طيب الكاميليونز دي اصلا من الريبتايلز، يبقى مفيش غير اللايونز. وطبعا اللايونز بقى وكل الاكزامبلز بتاعت الاي 3 هي كانت كتير جدا عندنا، تمام. فطبعا ايه، هنلاقي واحد كلهم غلط ما عدا واحده. بوينت از فروم بروتو ثيريا، البروتو ثيريا لسه قايلين مين؟ البريتشبس. طيب بوينت انيمال ويتش لين ايج اند هاز مامري جلانس، يعني ايه شباب الكلام ده؟ احنا ايه الفرق اصلا بين، سريعا كده عايزين نراجع ايه الفرق بين البروتو ثيريا والاي 3 والميتا ثيريا. قلنا بروتو ثيريا ها دونت جيف بيرث، لكن لاين ايج بتضل تحط بيض، بعد كده طبعا بيحصل هاتشنج للبيضه دي، يبدا يفقس البيض يعني ويطلع الولد الصغير دوت، وبعد كده بيبقى ايه؟ الام تبدا ترضعه. لكن تعالى في الميتاثيريا، الميتاثيريا دوت بيبقى يعتبر ايه؟ بيجيف بيرث بس اميتشر يونج. يعني ايه اميتشر يونج؟ يعني بيبقى طفل طالع غير ناضج، غير مكتمل النمو، وبرضه بيترضع، ويتحط ساعتها في حاجه اسمها بوتش. البوتش ده اللي هو الكيس بتاع الموجود جوه الكنجار، مفيش اصلا عندنا في المثال دوت في البيتا ثيريا غير الكنجار. لكن بقى في الايو ثيريا لا، طبعا جيف بيرث وبيبقى ايه؟ فول جروث، يعني بيبقى مكتمل النمو وعادي جدا، ويبدا بقى يتردد يتوسع شوف في بطن امه طبعا يعني، تمام. فده الفرق. فبيقول لك انيمال واتش لين ايج، مفيش اصلا انيمال من الماملز الوحيد اللي بيلي ايج هو من البريتشبس والسباينيانز انت، تمام اهو، بي مين البريتشبس. طيب نمبر 2، write scientific term arrangement of chromosome descendingly ordered according order يعني according to their size. ده مين؟ ده الكاريوتايب اهو، عايزين نجاوبها لك. اوكي، form of inheritance in which no gene dominant over the opposite one but they interact forming new trait. يعني ايه no one dominant over the opposite؟ يعني مفيش حد بيبقى dominant over التاني، ده ما كانش فيه غير lack of dominance، ما في حاجه اسمها انعدام السياده. طب chemical substance which exists in the surface of red blood cell، ده كان مين؟ الانتوجين، تمام، اللي موجود في surface of red blood cell. لكن لو قلت لك بلازما موجوده في البلازما، دي كان مين؟ الانتي بودي. اوكي، they play an important role in blood transfusion process. طب هي زي ما قلت لكم مين يا شباب؟ الانتوجين. طيب for kind of antigen whose inheritance controlled by three pair of genes. تمام، three pairs of genes دي rhesus factor ماشي، which carry on one chromosome pair. يعني هو في three pairs of mean of genes موجودة على مين؟ على one pair of one pair of chromosome، وموجودة ايه؟ بتبقى near to antigen، يعني موجودة برضه على surface body of red blood cell، تمام. طيب genes which interact with each other causing the appearance of a hereditary trait. يعني ايه شباب؟ ركزوا معايا بقى، genes which interact with each other، يعني two genes بيشتغلوا مع بعض، genes بتشتغل مع بعضها عشان تديني اصلا trait واحده، دي كده complementary gene. طيب genes ها which obstruct growth and cause death at different ages when they exist in pure. يعني هي but leading the death، يعني genes موجوده تمام بتعمل ايه؟ كيس ديث. اهم حاجه احنا ما عندناش اصلا جينز خالص بتعمل كيس للديث غير حاجه اسمها الليثال جينز اللي هي جينات مميته. نمبر 7، جيناتيك ديس اوردر كيسد باي ذا انهيرت سوري كيسد باي ذا انكريز اوف سكس كروموسوم اكس ان سم ميلز اكس اكس واي 44. انا هسيب ده كله وبص على اكس اكس واي بلس 44، ده يا شباب عندي كلاين فلتر، عنده اكسترا كروموسوم اكس. جينيتك ديس اوردر كيست باي ديكريز، بص انا قلت لك هنا انكريز، هنا قلت لك ديكريز اوف كروموسوم اكس، ده ما عنديش طبعا، ده قصده هنا ايه؟ هقول ايه؟ اكيد طبعا ايترنال، لان هنا هقول اكس او بلس 44 هي ايترنال اهو، وانا كاتب لك هنا ايه؟ ايترنال سيندروم. جينيتك ديس اوردر كيست باي ذا اكزيستنس اوف ان additional chromosome in chromosome pair 21. additional chromosome in 21 ده مين يا شباب؟ ده داون سيندروم. طيب
نمبر 10 there are traits whose genes are carried on sex chromosome. تاني traits الجين بتاعتها موجوده على السكس كروموسوم. دي ايه يا شباب؟ دي ها السكس لينك تريت، الجين بتاعتها موجوده على السكس كروموسوم and don't affected by ها by the sex. لكن عكسها مين بقى يا شباب؟ السكس انفلونس تريت موجوده على الاوتوسوم بس افكتد بمين؟ بالسكس هرمون. طيب بنيجي نبص على نمبر 11 the traits whose genes carried on autosome او سوماتيك كروموسوم هي الاوتوسوم and their appearance affected by hormones sex hormones يا شباب. دي مين؟ دي السكس انفلونس تريت. طيب نمبر 12 they are trait which appear in one of the two sexes only due to the differences in sex hormone. تاني نمبر 12 they are traits which appear in one of the two sexes only. ايوه خلي بالك بقى ها appear in one of two sexes يعني واحدة موجود في مثلا في الميل مش موجود في الفيميل او العكس. قلنا دي ايه شباب؟ بيقول لك هو due to the differences on a sex hormone اللي بتأثر بالsex hormone وموجودة في مثلا في الميل مش موجود في الفيميل. قلنا sex limited traits وقلنا زي مثلا اللي هو lying in egg وطبعا اللي هو مثلا بيحصل sucking لليونج او البريد trait الموجودة في الميل. كل دي حاجات بتأثر بمين؟ بالهرمونات. طيب 14 genetic disease which causes the inability of body to control. تاني ها genetic disease which causes the inability of body control blood clotting process. تمام طبعا يا شباب اللي بيعمل مشكلة في البلد في clotting مفيش عندي غير مين؟ الهيموفيليا. يبقى عندها مشكلة في blood clotting وبالتالي ساعتها قلنا الشخص دوت الهيموفيليا يبقى عنده blood liquidity سيولة في الدم which stop stop bleeding يعني بيحصل حاجه اسمها stop bleeding يعني بيبقى في مشكله عنده يعني زي ما قلنا شباب يقدرش يعمل blood clotting عشان يوقف النزيف. تمام طيب genetic case causes the inability of distinguishing colors. طبعا ال distinguishing colors دي قصدي بيها لما يكون عنده مشكله في distinguishing او تمييز الالوان هو مين؟ color blindness. number 16 it is the arranging of living organisms in groups okay according to their similarities and differences among them to facilitate their studying and identification. يعني انا دلوقتي بعمل arrangement of living organisms in groups عشان according to the similarity and differences. قلنا اللي بيحصل كده هو فيش غير كاني classification. طب قلت لك بقى قلت لك ان the science concerned with the classification of living organisms in groups and scientific basis ده مين؟ ده التاكسونومي. قلنا فرق فكره بين التاكسونومي كلاسيفيكيشن ان التاكسونومي دوت ساينس اللي هو يعتبر ماله interested او concerned with classification. لكن قلت لك الارنجمنت اوف living organisms in group according to similarity and differences دي يا شباب كانت الكلاسيفيكيشن. طيب نمبر 18 system for naming living organisms in Latin language هو قلنا مين؟ nomenclature system binomial nomenclature system. تمام كده اهو البينومال nomenclature system دوت اللي هو نظام التثنيه الثنائي. 19 the highest level in taxonomic hierarchy of living organisms the kingdom will list mean شباب ال species. طيب it is the taxonomic level that represents the highest group in the kingdom and include number of classes. طبعا ده مين؟ ده الفيلم. ان هو بيقول لك هو انكلود جروب اوف كلاسز ده الفيلم. طب قلت لك بقى ان هو انكلود جروب اوف فيلا زي ما فوق كده يبقى ده الكينجدوم. تمام طيب نمبر 21 it is a series of a description series of description ما خدناش غير الدايكوتوموس كي ونقرا ونكمل اوكي that are ordered the impairs and lead to user to identification of unknown living organism. الوحيد اللي قلنا بيحط ال description in in groups ده كان مين يا شباب؟ ده الديكوتوموس كي. the type of bacteria that has ability to survive in harsh environmental ما خدناش غير الاركيوباكتيريا. تمام طيب 23 they are the group of unicellular organisms which are characterized by having glass-like cell containing silica. ما خدناش غير الدياتومز اللي قلنا عنده السيل وور فيها سيليكا. شباب بصوا انا كاتب هنا ايه بكتيريا هي غلط هي قلنا الاركيو بكتيريا ماشي سوري يعني
Number 24, they are animals that have an endoskeleton consisting of the vertebral column, skull and girdles and limbs. دي vertebrate شباب. نكمل يا شباب ونخش على أهم الكومبيرز اللي عندنا في المنهج. أول حاجة طبعا هي الكومبير بتوين بلاد جروب تايب A و B. طبعا A و B لما أجي أقول لك كده على طول هتكتب لي نفس الإجابة دي اللي هي إيه بقى؟ هتقارني بين الجينوتايب أوكي وتقول لي الأنتوجين والأنتيبادي والدوننت والريسيسيف فروم والديترمينيشن. يعني إيه الكلام ده كله شباب؟ أول حاجة جينوتايب بلاد جروب إيه؟ عندنا جينوتايب بتاعها يا اما ايه يا اما ايه او. طب بلاد جروب بي عندها انتوجين. بص شاب يعني عشان نسهل علينا في الموضوع قوي، يعني بلاد جروب ايه اكيد عندها انتوجين ايه صح كده، وانتي بادي بي، يعني بلاد جروب ايه اهي عندها انتوجين ايه ايه وعندها انتي بادي مين بي. طب اللي عندها انتوجين ايه دي الجينوتايب بتاعها يبقى ايه ايه او ايه او، تعرف بلاد جروب بي عندنا اكيد انتوجين بي صح كده، وعندها انتي ايه عندها العكس. طيب فهي عندها اندوجين بي، يبقى عندها الجينوتايب بتاعها هي يا بي بي يا بي او، لان هي ممكن تكون هي يا بيور يا هايبريد صح كده. طيب نيجي بقى نخلص بقى. طب الدوننس تو ذا بلاد جروب، يعني بلاد جروب ايه يقدر يدي مين؟ بلاد جروب ايه يقدر يدي نفسه، يدي بلاد جروب ايه ويدي مين؟ اليونيفرسال ريسيفر بلاد جروب بي ايه سوري اي بي اوكي. نفس الموضوع بلاد جروب بي يقدر يدي مين؟ يقدر يدي نفسه بي ويدي اليونيفرسال ريسيفر الاي بي. طيب يقدر يستاخد دم من مين؟ يقدر برضه ياخد من نفسه وياخد من مين؟ من اليونيفرسال دونر اللي هو مين؟ بلاد جروب او. طيب بي انا معلش جت غلط، البي طبعا يقدر ياخد من مين؟ يقدر ياخد من نفسه بي ويونيفرسال ها يونيفرسال دونر اللي هو او تمام كده. طيب وازاي اقدر اعمل ديتيرمينيشن ليها؟ طبعا بلاد جروب ايه لما احط لها انتوجين ايه طبعا هيحصل لها ايه؟ كلوتينج. وبلاد جروب بي لما احط لها انتي بي هيحصل ايه؟ هيحصل كلوتينج. نيجي الناحيه التانيه بقى العكس، تقارني مثلا بيونيفرسال دونر ويونيفرسال ريسيفر. يونيفرسال ريسيفر اللي هو ها يا شباب بلاد جروب مين؟ ها اي بي ده يونيفرسال ريسيفر، لكن يونيفرسال دونر هو بلاد جروب مين؟ او. طبعا الاي بي عنده انتوجين اي وعنده انتوجين بي عشان كده قلنا عليه اي بي. طيب فبالتالي عنده الانتوجين اي وبي وما عندوش خالص انتي بادي، ما فيش انتوجين. تعال بقى في بلاد جروب او عنده ها نو انتوجين بس عنده انتي يو انتي بي. طيب يقدر يدي مين الدوننت؟ يدي مين؟ يدي بس يقدر اي بي يدي مين يا شباب؟ ها ده يقدر يدي لنفسه بس ان عنده الاثنين انتي انتوجين انتي يو انتي بي، فما يقدرش يدي غير نفسه، ان اي حد خد منه هيحصل عنده هيحصل عنده كلوتينج تمام. طيب لكن بلاد جروب او عشان ما عندوش انتوجين اصلا خالص يقدر يدي لبلاد لكل بلاد جروب. طيب هنا يقدر يستقبل من مين؟ طبعا بلاد جروب اي بي اسمه يونيفرسال ريسيفر، فيقدر يستخدم من يستقبل من اي حد انه ما عندوش اصلا ايه انتي بودي تمام. لكن هنا او عشان عنده الانتي بي ما ينفعش يستقبل غير من نفسه. ها طيب هنا ديترمينيشن، هنا نقول ان هنا في ديترمينيشن يحصل اجلوتينيشن، يعني بيحصل كلوتينج لما اضيف انتيجين اي او انتيجين بي، احط الاثنين احط الانتي انتي اي وانتي بي هحطهم هلاقي يا شباب حصل عندي كلوتينج. طيب هنا بقى هنا يا شباب ايه اللي هيحصل؟ هنا لما طبعا احط الانتي اي او الانتي بي مش هيحصل اي حاجه. ليه؟ لان هو عنده نو انتيجين، فلما احط انتي انتي بودي اي او انتي بودي بي مش هيحصل خالص هنا كلوتينج تمام كده. لكن تعالى هنا العكس، هنا لما عشان هنا ده بلاد جروب ايه لما احط انتي ايه وفي انتوجين ايه فيحصل ايه الكلوتينج تمام كده. طيب بعد كده نخش في تاني كومبير طبعا مهم قوي اللي هي الدوميننس، كومبليت دوميننس اند لاك اوف دوميننس. الكومبليت دوميننس ومين واللاك اوف دوميننس. الكومبليت دوميننس يا شباب طبعا اول حاجه هتقول الدوميننس اوف وان كاركتر. هنا في الكومبليت دوميننس ايه الفكره؟ ان في وان كاركتر دوميننت اوفر اذر كاركتر او اذر جين. هنا نو وان دوميننت ايه اوفر اتش اذر. طيب الفيرست جنريشن هنا قلنا 100% الدوميننت كاركتر، لكن هنا 100% ايه
نيو ممبر، يعني نيو كاركتر اصلا بيطلع عنده نيو كاركتر في الفيرست جنريشن. السكند جنريشن هنا قلنا شباب ايه 3 2 1، 3 2 1 ايه 3 الدوميننت 1 ريسيسيف، هنا قلنا ايه 1 2 2 1 اللي هي بتبقى 1 من بيرنت و 2 نيو كاركتر و 1 من الاذر بيرنت. تمام كده. الفينوتايب هنا في ال في الكومبليت دوميننس doesn't indicate genotype، يعني ما اقدرش اعرف الجينوتايب من الفينوتايب. ليه؟ لانه ممكن يبقى عندي مثلا البينك ده ممكن يبقى دوميننت وممكن يبقى هايبريد، صح كده؟ لكن تعالى هنا في الـ في اللاك اوف دوميننس، لا هنا الانديكيت جينوتايب ممكن اقدر اعرف من الفينوتايب، لان انا عندي يعتبر مثلا لاك اوف دوميننس، ما فيش عندي حاجه اسمها بيور وهايبريد، هو يا بيور يا ايه؟ هما الاثنين بيور، صح كده؟ يعني ممكن مثلا يبقى عندي يا شباب في اللاك اوف دوميننس الانترينيوم بلانت عندي ممكن يبقى مثلا لون ريد ووايت، يا ريد هعرفه من ار كابيتال ار كابيتال، لو وايت هعرفه من دبليو كابيتال دبليو كابيتال، او ممكن يديني البيربل اللي هو ار كابيتال دبليو كابيتال. طبعا اكزامبل عندنا هنا الفلاور كارر ان ان بي بلانت، وهنا الثيمين في الانترينيوم بلانت. الليثال جين والكومبلمنتري جين، هتقول مثلا لو قلت لك قارني بين الليثال والكومبلمنتري هتقول لي طبعا الديفينيشن بتاع الكومبلمنتري وبتاع مين الليثال. ايه الفرق بينهم؟ ان الديفينيشن بتاع الكومبلمنتري جين ها they are genes that work together to، يعني ايه الكلام ده؟ عندنا دور genes work together to ايه؟ to emerge a specific trait، يعني هم genes تشتغل مع بعض عشان تديني ايه؟ كاركتر واحده بس، صح كده؟ طيب لكن تعالى في الليثال جين، they are inherited gene طبعا when found in pure state dominant طبعا او recessive، يعني تديني ايه يا شباب؟ bleeding to death، يعني لازم تكون موجوده في pure state سواء كانت dominant او recessive، لان عندنا في dominant lethal gene وعندنا ايه؟ recessive lethal gene. هتقول طبعا الريشيو في complementary gene قلنا first generation 100% dominant، لكن في second 9 dominant و7 recessive. هنا قلنا بالنسبه للريشيو بتبقى 25% بيبقوا death و75 living ان هم normal. الاكزامبل طبعا هنا في الكومبلمنتري ما عندناش غير ايه؟ البي فلاور بلانت، لكن في الليثر عندنا الدوميننت ليثر جين وعندنا الريسيف ليثر جين. قلنا طبعا الدوميننت عندنا زي ما قلنا من شويه اليلو كلر في بتاعت الفور مايس والبلدوج، والريسيف قلنا الكلوروفيل والفتال ديمنشيا. الكلاينفلتر تيرنر، الكلاينفلتر اسف، والتيرنر والداون سيندروم. طبعا يا شباب نيجي نقارن ما بينهم، اعتبر بقول لكم ريفيجن سريع كده الريزن للكيز ايه هي. الفكره كلها في السبرم، طبعا هنا في الكلاينفلتر سيندروم والتيرنر سيندروم بيبقى هنا اب نورمال اوفم دايما مع نورمال سبرم. الكلاينفلتر الاب نورمال سبرم هنا اسف اب نورمال اوفم هنا تبقى 22 بلس اكس اكس، لكن نورمال سبرم 22 بلس واي. التيرنر اب نورمال اوفم اللي هي 0 22 بلس 0 ما فيهاش اصلا خالص اي جامد مع نورمال سبرم 22 بلس اكس. ده الداون سيندروم بقى ما بيبقاش اصلا في السكس كروموسوم، بيبقى موجوده في مين يا شباب؟ في الاوتوسوم بتوين نورمال جامد واب نورمال جامد. طبعا يعني ايه نورمال جامد اب نورمال جامد؟ يعني ممكن يبقى نورمال سبرم زي ما قلنا واب نورمال اوفم او العكس. التايب اوف ديفكتيف كروموسوم هنا اللي بتاثر مين؟ هنا الكلاين فلتر والترنر هما الاثنين سكس كروموسوم، تمام؟ طيب لكن في الداون الاوتوسوم نمبر 21 يبقى فيه هو المشكله. طيب الكروموسوم ستراكشر قلنا هنا في الكلاين فلتر بيبقى 44 بلس اكس اكس واي، لكن هنا 44 بلس اكس 0، وهنا طبعا سواء ميل او فيميل على حسب، هنا اكس واي او اكس زي اكس سوري اكس واي او اكس اكس عادي سواء ميل او فيميل، بس الفكره في مين؟ في ال محمد في الاوتوسوم. النمبر اوف كروموسوم لو جمعت دول طبعا هيبقى 47، هنا لو جمعت دول يبقى 45 عشان الزيرو اكيد مش هيتجمع يعني، ودول لو جمعتهم برضه يبقى 47. يبقى عندك 47 ده ممكن يبقى داون وممكن يبقى ها يبقى ممكن داون وممكن يبقى ايه يا شباب؟ ممكن يبقى كلاين فلتر. طيب مستر هعرف منين؟ ما هو بكل بساطه حبيب قلبي هتعرف منين؟ لما قلت لك مثلا النمبر اوف كروموسوم بتاع الابنورمال كيس 47 بس الديفكتيف كروموسوم دوت 6 كروموسوم وانت مغمض ده مين؟ ده كلاين فلتر. طب قلت لك الديفكتيف كروموسوم ده اوتوسوم وهم برضه 47 كروموسوم، يبقى هنا بتكلم على مين؟ الداون سيندروم. طيب السكس بتاعنا هنا طبعا ده عشان اب بريزنس اوف اكس، طبعا ده
سوري اسف يا شباب، عشان بريزنس اوف واي فده يعتبر مين؟ ميل. لكن هنا بيكوز ابسنس اوف كروموسوم واي هنا في ميل، طبعا هنا في ميل وهنا في ايه؟ في ميل. ايه ريزن اوف ديستربنس؟ يعني ايه اللي حصل؟ ايه مشكله الاختلاف او الاضطراب اللي حصل عشان اكسترا كروموسوم اكس؟ تمام؟ واتش ليد تو ايه؟ ديستربنس ان سكس هرمونز، يعني حصل مشكله او اختلاف في الهرمونات. ليه؟ لان في عندي اكس زياده فده شايل هي الفيمينين جين، الفيمينين كاركتر، يعني هي تبدا ان هي تاثر او تبين نفسها بطريقه ما. لكن هنا بسبب لاكج في كروموسوم اكس مفيش عندي كروموسوم اكس، فبالتالي بقى عندي اضطراب في الهرمونات الانثويه، فبالتالي هيبقى عندي فيميل بس دونت ها ريتش بيوبرتي، عمرها ما هتوصل للبلوغ. لكن هنا عشان عندي اكس زياده فيبقى عندي ميل عادي، بس هيبقى طبعا سترايل. ليه بقى؟ ابسنس اوف سبيرم جينيشن سيل زي ما قلنا من شويه، وطبعا هيحصل ابيرنس ليه للفيمين كاركتر زي ايه؟ هيحصل جروث للبريستس ان سايز. طيب و قلنا بقى هنا طبعا بالنسبه لداون سيندروم اللي هي طبعا كنت بتكلم على السيمتومز او الاعراض، هتبقى عندي طبعا جروس ريتارديشن. يعني ايه جروس ريتارديشن يا شباب؟ ومنتال ريتارديشن يعني تاخر او تخلف في عقل، يعني تاخر في النمو العقل، يعني شويه في اضطراب وفي برضه في العقل او في النمو، وفي اوفال فيس شكل بيضاوي وشورتنس واللاك اوف هيد، سوري ذا باك اوف هيد از فلات، يعني اسمه ايه ده يا شباب؟ الهيد بتاعته بتبقى ايه؟ مسطحه شويه. تمام؟ والفينجرز والتوز ار شورت، طبعا احنا عارفين كل الحاجات دي يا شباب احنا تقريبا بنشوفها، و والسمول ايرز اند كونفينكس اي. طيب اخر كومبير بعد كده ناخد بريك يا شباب. السكس لينكد اند سكس انفلونس جين، سكس لينكد اند سكس انفلونس جين يا شباب. هنقول ايه؟ هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. السكس لينكد والسكس انفلونس جين، طبعا تقول اللوكيشن اوف ذا تريت، طبعا قلنا السكس لينكد دي موجوده على مين؟ على السكس كروموسوم. لكن الانفلونس موجود على مين يا شباب؟ على الاوتوسوم. طب الانفلونس جين عندنا هنا ايه؟ السكس لينكد تريت دونت انفلونس او افكتد باي مين؟ سكس هرمون. لكن الانفلونس هي سمعنا ان اصلا ايه؟ انفلونس، لان هي بتبقى افكتد بمين؟ بالسكس هرمون. طب الدوميننس اوف جين هنا one of the two genes are dominant over the other the six linked trait. لكن هنا ايه في السكس انفلونس يا شباب؟ ها ذا سنجل دومينانت جين از انفلونسد باي ذا ايه؟ ماسكولينيتي هرمون. يعني ايه الكلام ده يا شباب؟ يعني هنا يعتبر عندي بيتاثر بمين؟ بهرمونات الذكوره الماسكولينيتي هرمون، and doesn't express itself في female except in case the presence of both gene. يعني هنا اصلا شباب عشان نبقى عارفين السكس انفلونس تريت ما بتتاثرش غير بوجود، لو انا لو في البنت يعني لازم يكون عندي التو هرمون وفي نفس اللحظه مش هتدي نفس الافكت بتاع الميل. ليه؟ لان مفيش هرمونات ذكوره، فبالتالي عمر ما يبقى عندها اصلا بالنس، اخيرا هيبقى عندها ايه؟ هير فولينج، صح كده؟ الهايبرد انديفيدجوال هي الفيميل اونلي، صح؟ لان هي موجوده على مين؟ على السكس كروموسوم، وسكس كروموسوم، ودي اصلا يا شباب الفكره ان هنا موجوده على مين؟ التريت هنا موجود على السكس كروموسوم، صح؟ هنا موجود على الاوتوسوم عادي، فالسكس كروموسوم هنا اني اكس كمان، فبالتالي الفيميل هي عندها 2 اكس، عشان دي الوحيده اللي تقدر يبقى عندها هايبريد. لكن المي السكس انفلونس التريت موجود على الاوتوسوم، فبالتالي عادي ميل او فيميل يبقى عندهم تبقى هايبريد، ان طبعا بي بي بوزيتيف او بوزيتيف في اوتوسوم واحده او بوزيتيف في الدبل الاوتوسوم. الانهيرتنس اوف جينز، الانهيرتنس اوف جينز يا شباب هنا قلنا الفاذر باسز ذا جينز تو هيز توترز اونلي اند ذا ماذر باسز ذا جينز تو بوث سكسز. يعني هنا قلنا ان الوراثه او الانهيرتنس للجين هنا الفاذر ماله بيعمل باسز للجين تو هيز دوتر. ليه بقى؟ لان طبعا موجوده هنا المرض ده موجود يا شباب على ايه؟ على اكس كروموسوم، فالفيميل عندها ايه؟ عندها اكس اكس، صح كده؟ نحاول نرسمها. بص الفيميل عندنا عندها ايه يا شباب؟ عندها اكس اكس، صح كده؟ فبالتالي واخده اكس من مين؟ من الاب، واكس واخده من مين؟ من الام. تمام؟ لكن عكس الولد اللي عنده ايه؟ اكس واحده، فبالتالي بياخد ده من مين؟ من الام. لكن البنت عندها اكس بتاخده من الاب، واكس بتاخده من مين؟ من الام. طيب هنا بقى طبعا الفاذر باسز ذا جينز تو هيز دوتر، لكن المذر ها باسز ذا جين تو ايه؟
البوث للسن والدوتر. هنا طبعا تو بيرنتس باس ذا جينز تو بوث سكسز، طبعا ان في الاخر ده في الاول والاخر ده اوتوسوم، فبالتالي موجود في هيطلع لمين؟ للولد والبنت. طبعا يا شباب قلنا الاكزامبلز هنا عندنا كانت في الدروسيفلا وفين وفي الهيومن، هنا قلنا في الكاتلز وفين في الهيومن. اتمنى يا شباب تكونوا فهمتوا، انا بحاول اجري بسرعه عشان بس انتوا تبقوا يعني ما تحسوش ان الفيديو طويل، وبرضو بعد ما بتقروا معايا تحلوا مع نفسكم وتجربوا. بحاول في نفس الوقت انا عارف ان عندكم الله يكون في عونكم امتحانين بكره مع بعض، مش امتحان واحد، فربنا يقويكم يا شباب ان شاء الله.